عقدت قائمة مهندسون في حب مصر مؤتمرها الانتخابي في محافظة الأقصر في مستهل جولتها بمحافظات الصعيد. يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد نقابة المهندسين لعقد انتخابات النقابة لعام 2022 والمقرر إجراؤها في 25 من شهر فبراير الجاري. بالتزامن مع استعدادات نقابة المهندسين لعقد انتخابات النقابة لعام 2022 والمقرر إجراؤها في 25 من شهر فبراير الجاري، انطلق المؤتمر الانتخابي لقائمة مهندسون في حب مصر في محافظة الأقصر في مستهل جولتها بمحافظات الصعيد. برنامج الانتخابي بتاعنا مبني على ثلاث محاور مهمين جدا، أول حاجة شباب المهندسين، ثاني حاجة الاستمرار في تقديم خدمات متميزة، ثالث موضوع اللي هو دعم النقابات الفرعية كل فيما يخص في كل المشروعات اللي بنأمل أنها تقدم خدمات متميزة للمهندسين، ومحور رابع خاص بالمعاشات وزيادة الإيرادات وزيادة معاشات الزملاء المهندسين الموجودين. معالي النقيب رد على كل الاستفسارات، شرح ما تم إنجازه في 4 سنوات في شتى المجالات، في كل ما أسير سواء من صندوق المعاشات، تعويض العجز اللي كان موجود بحوالي 500 مليون في 4 سنوات، زيادة الموارد للنقابة بما حقق فائض حوالي 1.9 مليار جنيه في 4 سنوات فقط رغم كوفيد-19. وتوافد عدد كبير من المهندسين على نادي التجديف بالأقصر لحضور مؤتمر المهندس هاني ضاحي وقائمته الانتخابية التي تضم 11 مهندسا في التخصصات المختلفة. واستعرضت قائمة مهندسون في حب مصر الإنجازات التي حققتها القائمة خلال الدورة الماضية والأولويات التي ستسعى القائمة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. نحولنا عجز تراكمي قدره 500 مليون جنيه لفائض تراكمي قدره 2.25 مليار جنيه، ده طبعا إنجاز ما حصلش في تاريخ النقابة، بنفتخر به جميعا كهيئة مكتب وكمجلس وكنقابات فرعية. بالإضافة أن هذا الكلام تم، احنا طورنا العديد من المقرات، طورنا العديد من النوادي، دعمنا الأنشطة زي أنشطة التدريب وأنشطة الإسكان، الأنشطة المتعلقة بمزاولة المهنة، الأنشطة المتعلقة بالرعاية الصحية. هذا الكلام كله حصل فيه طفرة كبيرة جدا حققناها في 4 سنين اللي فاتوا. احنا عندنا يوم الاستحقاق الانتخابي يوم 25، وده للنقيب الفرعي ومجلسه واعضاء الشعب على مستوى الجمهوريه اللي هم 7 شعب. اليوم ده ان شاء الله يوم 25 هيبقى فيه 3 ورقات للناخب اللي هو ينتخبهم المهندس، يعني ورقه منها اللي هياخدها كل شعبه، يعني حسب شعبه كل مهندس، سواء مدني او عماره او ميكانيكا او كهرباء او كيمياء او بترول او غزل ونسيج. الورقتين التانيين اللي هو النقيب اللي هيختار النقيب بتاعه الفرعي بتاع المحافظه بتاعته، ومجلس النقيب اللي هو بيستحق ليه كل الاعضاء كلهم اذا كان اي شعبه. اليوم التاني ان شاء الله اللي هو يوم 4/3 برضه هيبقى فيه ورقتين، هو ورقه النقيب العام على مستوى الجمهوريه والورقه الثانيه اللي هي الاعضاء المكملين. الهدف من الجوله هو عرض الانجازات والفعاليات ونشاطات النقابه خلال ال4 سنوات الماضيه وتقديم الرؤيه لما هو قادم ان شاء الله لو تم استكمال المجلس الحالي برئاسه معالي النقيب هاني ضاحي. برنامج ان شاء الله باذن الله في نقابه المهندسين، اللي انا طبعا ادعم الشباب وخصوصا انا بمثل فئه الشباب، وخلال مواجهه شباب لسوق العمل وازاي تاهيله لسوق العمل، بالاضافه للتدريبات اللي احنا المفروض ناهل بيها الشباب، وبالاضافه لشيوخ المهنه اللي احنا لازم نهتم بيهم، الرعايه الصحيه وتنميه الوضع اوضاع النقابه كلها في اتجاه رؤيه الدوله 2030 والتنميه المستدامه. اتكلمنا عن بعض ملامح البرنامج الانتخابي الخاص بينا، ومن اهم الحقيقه الملامح دي هو ملف الشباب، ويمكن احنا في الفتره الاخيره مصر بتشهد طفره كبيره جدا في مجال الانشاءات، ومن هنا كان في فرصه للشباب في ملف رياده الاعمال، وهنا الدوله الحقيقه بتدعم الشباب في هذا الملف عن طريق توفير بعض القروض يتم سدادها على فترات طويله، وبنفس الوقت بتبقى الفائده بتاعتها قليله، وده شجع الشباب في الفتره الاخيره على اللي هي تبتدي مشروعات ناشئه تحولها الى افكار وتشارك في المشروعات القوميه زي العاصمه الاداريه الجديده ومدينه العالم. وتحظى ملفات شباب المهندسين وتوفير فرص العمل واستكمال مشروعات تطوير النقابات والانديه وتطوير الرعايه الصحيه والمعاشات باولويه خاصه لدى قائمه مهندسون في حب مصر التي تخوض الانتخابات على كافه المقاعد.